بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفرس. حضراتكم الطلب مني إن أنا أصور الطوات والقلايات اللي عليها عرض والدبل فيس. قلت إيه أصور لكم الحاجات اللي عليها عرض إن شاء الله. حضراتكم هنا في قلاية، طبعا انتوا عارفين إن السيف جيلري عامل تخفيضات من 10 لـ60%، وعاملين عروض كويسه جدا على القلايات، يعني اللي هي الطوات والطاسات يعني وكده. هنا في قلايه روكي بطبقه غير لاصقه بيد نحاسي، بصراحه موديلها حلو وشكلها حلو وتقيله وحلو. انا واخده منها بس واخده اللي هي الوك اللي هي الكبيره ولها غطاء ازاز، هوريها لكم ان شاء الله ده الحين، وعليها خصم كويس برضو. انا ما باخدش الحاجه يا جماعه الا ما شاء الله اللي انا متاكده وعارفه ان هي كويسه جدا وعليها عرض كويس. اهي مثلا دي 20 سنتي، اهي ونحاسي من بره اهي، وتوزيع الحراره جيد جدا. يعني بكام؟ كانت ب 69، دلوقتي ب 36 ريال، عليها خصم كويس جدا. هي مقاس 20، مقاس 26 ب 44 ريال. اهي مقاس 26 ما شاء الله كبيرة ب 44 ريال. انا شايفة ان مقاس 26 كبيرة وكويس يعني وعالية، يعني قصدي عميقة عميقة، يعني الزيت ما يطلعش منها ولا كده يعني. اهي ب 44 ريال 26 سنتي، جميلة جدا، واليد بتاعتها نحاسي مش بتسخن. اليد بتاعتها نحاسه يا جماعه ومش بتسخن وكبيره ما شاء الله ب 44 ريال. مقاس 30 اهي ب 39 ب 49 ريال، كبيره جدا ما شاء الله وعميقه، مش عاليه عميقه، ب 49 ريال، من 119 ريال، على عرض كويس جدا. دي بالنسبه للطواطر اللي هي ايه الروكي. الروكي دي يا جماعه ماركه صيني بس كويسه، كل الطوات صيني. انا اللي واخداه الاخضر ده صيني اللي احنا كنا واخدينه الاول اللي كان عليه عرض كويس. هنمشي كده اهو، كله روكي اهو، لغايه ما نوصل فين ان شاء الله. في كان في عرض كويس عايزه اصوره لكم برده. المشكله ان الورق بيبقى محطوط فوق واحنا مش شايفينه. في عرض كويس عايزه اوريه لكم. يا ربي فين الورقة؟ مش شايفاها أمس. في عرض كويس برضو من شوف، دي طوا غاوطة جدا ما شاء الله ب 66 ريال، روكي برضو، هي جرانيت جرانيت واليد بتاعتها ذهبي. أهي وقعت لكم الورقة ما شاء الله. أهي يا جماعة ما شاء الله غاوطة جدا. هي مقاس كام عشان أقول؟ مقاس 30 ما شاء الله، غويطة وتقيلة. بكام؟ استنى ما اقولكم، الورقة وقعت مني، هنزل اجيبها واقولكم ان شاء الله. 60 ريال، جرانيت وعميقة جدا وقوية وتقيلة ب 66 ريال، تقيلة بصراحة، واليد بتاعتها ذهبي، ومقاس 28 ب 62 ريال. اهي هي دي مقاس 28، دي اللي عليها عرض الوك العميقة دي ب 66 ريال. اللي انا خدت منها يا جماعة دي، هي دي مقاس 26، انا واخدة مقاس 30، كبيرة جدا وعميقة وبغطا اهي، وهي نحاسي والقاعدة بتاعتها حلوة جدا لتوزيع الحرارة. عايزة اوريها لكم، انا قلبت الكاميرا ولا ايه؟ اهي فيها توزيع جيد للحرارة. دي مقاس 26 ب 64 ريال، انا واخدة مقاس 30 ب 69 ريال، تنفع حلة يعني. هنا مقاس 24 ب 59 ريال، مقاس 22 ب 59 ريال برضو. ليه؟ لا فيه خطأ، مقاس 24 ب 59، لكن مقاس 22 دي اكيد اقل. هنا في الدبل فيس برضو ماركة روكي، عشان سألت عليها
اهي دي مقاس 24 ب 97 ريال، تقيلة وفيها توزيع جيد للحرارة من هنا ومن هنا اهو، من الوجه ده والوجه ده. دي الدبل فيس ليهم وجهين، تشتغل على الناحيتين يعني. دي مقاس 34، كبيرة اهي ما شاء الله وتقيلة يا جرانيت، ب 145 ريال بعد الخصم. مقاس 30 ب 126 ريال، مقاس 32 ب 134 ريال. دي مقاس 34، معلش الكبيرة دي مقاس 34 ب 145 ريال، من 188 ريال. سألت على الدبل فيس يا جماعة، دي 36 كبيرة جدا، 149 ريال، 149 ريال وقوية يعني بتقفل. وفيها طبعا الحواف السيليكون اهي، في اتنين، واحدة لفوق واحدة لتحت. انا هوقع ده اهي. في الشكل النحاسي مقاس 30 اهي، دي عميقة يعني شوية، بكام؟ ب 126 ريال. هي ماركة روك يا جماعة، نظيفة برضو مش وحش، حلو. هنا الشكل ده 32 برضو، 134 ريال، 34 ب 145 ريال، حلوة برضو. اللون النحاسي هنا 36 دي كبيرة، 149 ريال اهي. ال24 الصغنطوطة دي اهي ما شاء الله تقيلة اهي، اهي يا جماعة، من 119 بقت ب 97 ريال. دي بقى دي تركي ب 163 ريال. بس مقاس كام؟ مقاس كام؟ تقيلة جدا ما شاء الله. دي ب 163 ريال مش عليها خصم. هنا في وكات برضو عليهم خصم، قلت اصورهم لكم. دي قلايات تيفال مقاس 26 ومقاس 30 ب 88 ريال، اهي من 129 ريال، كبار جدا ما شاء الله، مقاس 26 ومقاس 30 وتقال. انا خايفه امسكهم يقعوا مني. وهنا مقاس 20 ومقاس 24 ب 79 ريال اهو، ودي ب 88 ريال الاتنين، مقاس 30 ومقاس 26. طبعا دول جرانيت كوري، طوات جرانيت كوري، بس للأسف مش عليهم عرض، أصورهم لكم بالمرة تاخدوا فكرة. 119 30 سنتي، دي 109 28 سنتي، 144 ريال اللي هي ايه 28 سنتي، الوك العميقة دي 109، 144 ريال اللي هي الوك العميقة، 119، 109. دي اللي ايديها بتتفصل ما شاء الله، كبيرة مقاس 30، كبيرة اوي، ب 119 ريال. دي 132 ب 129 ريال، 28 ب 109 اهي يا جماعة، اهو شكلهم اهو. الرص حلو قلت اصورها لكم. والاسعار اهي، مقاس 20 ب 69 ريال. ما حلوين، ان شاء الله نستنى لما يعملوا عرض، ان شاء الله لو لنا عمر ولنا اجل، المرة الجاية يمكن ينزل عليهم عرض.
119 ريال اهو، انا قلت اصورهم لكم معاهم بالمره. هنا الطواط دي بغطا ازاز 124 ريال، هي عميقه جدا ما شاء الله، هي جرانيت 124 ريال، هي مقاس كام؟ مقاس 28. او في منهم الوانات، دي طواط برضو اختي اللي احنا صورناها فوق 159 ريال، واليد بتاعتها بتتفصل اهي، ممكن تدخل الفرن كده يعني، وبتتركب بسهولة اهي، دوت كده خلاص، قوية جدا ما شاء الله، افكار بيفكروا بصراحة كويس جدا اهي يا جماعة. نصور لكم ايه تاني، في حاجات تانية على عرض اروح اصورها لكم ان شاء الله اهو. ناخد زاوية كده عشان نعملها لكم ايه. هنا برضو في عرض اللي هي ماركة روكي برضو، مقاس 24 ب54 ريال، وهنا مقاس 20 ب45 ريال، وهنا مقاس 26 ب58 ريال. هنا ما شاء الله عاملين عروضات على اللي هي الصاج الجرانيت دي، اول مره يعملوا عليها عرض، مكتوب صاج الخبز اهي ب109 ريال بعد الخصم. مقاس كام؟ مقاس 45، كبيره ما شاء الله، مقاس 45. هنا مقاس 50 ب119 ريال، كبيره جدا، هي جرانيت يا جماعة. ماركتها ايه؟ طبقتين من الطلاء الجرانيت، مقاومة عالية للالتصاق، سهولة تطبيق، سهولة التنظيف، امن للغسل الالي. اي ما شاء الله. اي هنا الطواط دي كلها على 39 ريال، مقاس 24، مقاس 28 ب46 اهو. الطواط دي الوك العميق ده اهو بغطا ستانلس، السيف جيلري اهو، ميدن شاين، تقيل، هي ايه تيفال، مقاس 28 ب79 ريال. ماركة روكي يا جماعة كويسة. هنا الطوى النحاسي دي على 39 ريال، مقاس 20، في المقاس 20، دي مقاس 26 اهي ب53 ريال، ما شاء الله عاملين عروضات على الطواط كتير. مقاس 30 ب64 ريال اهي، دي مقاس 20 ب39 ريال، مقاس 20 اهي، واليد ستانلس. اي مقاس 24 ب46 ريال، مقاس 24 برضو ب52 ريال، اللي هي العميقة، العميقة دي ما في مسطح وفي عميق، دي عميقة، شوف ما شاء الله واخدة دول كلهم، الصوابع كلهم عميقة. نشوف لكم ايه تاني عليه خصم، شنط المعالق عليها خصم، هصورها لكم لحالها ان شاء الله. في هنا حلل كوري تورنادو اللي احنا كنا واخدين منها اللطقم قبل كده، بس بالقطعه، مقاس 18 سنتي ب129 ريال، مقاس 20 ب139 ريال، مقاس 24 ب149 ريال، هنا برضو 149 ريال، مقاس 24 اهو، دي جرانيت كوري، مقاس 28 ب199 ريال، ادي اللون الوردي، وهنا اللون ده هو هو نفس الاسعار يعني، بس الالوانات مختلفة اهو.
كله معلومة عرضة. عندكم اللون الرصاصي، اللون زي الاوف وايت كده بس غامق او البني، واللون الوردي. نختم هنا ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسفة يا جماعة لو الفيديو طول عليكم من كتر العروض، وانا قلت نصور ونستفيد يعني ان شاء الله، يعني تستفادوا بجميع العروض. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوه.